تجديد معلول التجربة البلجيكية، إصابة نيدفيد، مكافأة المونديال وتغيير مفاجئ. وبيشرفنا وبينورنا الناقد الرياضي الكبير الأستاذ محسن لملوم. يا أستاذ محسن، منور الدنيا كلها. منورك يا أستاذ. أخبارك إيه؟ الحمد لله كله تمام؟ تمام يا جماعة. أستاذ محسن النهاردة جايب لنا أخبار حصرية في غاية الأهمية على محمد علي بن رمضان، لأن الراجل ده الخط بتاع الحته بتاعت شمال افريقيا، المغرب وتونس والجزائر، دي حتته ولعبته. يا استاذ محسن قول لنا ايه الجديد في موضوع محمد علي بن رمضان. يعني محمد علي بن رمضان يمكن الناس في الفتره الاخيره بتتكلم ان هو الاتجاه ماشي ان النادي الاهلي بيتفاوض معاه وانه بيقترب من النادي الاهلي، وبعد حتى المواقع كتبت ان هو النادي الاهلي هيتعاقد معاه لمده 3 سنين ومش عارف 3 مليون دولار وقصص كده. الحقيقه ان ده يعني صحيح ان في مفاوضات، بس طبعا مفيش حاجه تمت بشكل رسمي، مفيش اي حاجه. الجديد في الموضوع ان الزمالك دخل على الخط، ولكن ليس اداره الزمالك، ولكن محبي، يعني احد محبي نادي الزمالك المقربين طبعا، تواصل مع اللاعب وعرض عليه فكره ان هو ممكن ينتقل لنادي الزمالك، بل بالمناسبه كمان عرض مليون دولار في الموسم الواحد وقال له يعني اللي انت عايزه. فاللاعب كان رده بصراحه شيك جدا ومهذب جدا على الاهلي والزمالك، يعني قال انا حاليا مع نادي اللي هو المجري بتاعه، انا حاليا مرتبط بعقد مع نادي المجري لمده 3 سنوات، لسه ما كملش الموسم الاولاني، يعني ما زال في الصيف اللي جاي ده ان شاء الله في على شهر 6 كده ولا 7 يكون انهى اول موسم. أيوه. فقال مش من الطبيعي ومش منطق ان انا اقول مثلا برحب بالاهلي او الزمالك او اي، حتى لو الترجي، مش هقول اي حد، انا مركز مع فرقتي وموجود مع فرقتي، ربما يكون هناك جديد في الصيف القادم. لمين هو يعني قال بالظبط كده؟ انا لا اهلاوي ولا زملكاوي، لكن احترامي للنادي المجري اللي انا معاه يخليني ما اقولش. طيب يا عم برمضان، لو الاثنين موجودين في الصيف ترحب يعني مين عندك؟ برضو اكد ليا ان هو مش اهلاوي ولا زملكاوي، لكن يميل لصالح الاهلي، مش عشان هو اهلاوي لكن عشان اسباب اخرى، ان هو مثلا الاهلي مشارك في كاس العالم للانديه، الاهلي في السنوات الاخيره في نهائي دور الابطال، مش بس مشارك في دور الابطال، في نهائي دور الابطال، فالكفه بتروح في المصلحه الاعلى بالنسبه للاعب. لكن حتى هذه اللحظه لا، مفيش اي حاجه رسمي، تواصل معاه مسؤول النادي الاهلي، ده واضح بشكل رسمي يعني، لكن مسؤول النادي الزمالك، مش مسؤول عفوا، احد محب نادي الزمالك دخل على الخط. وطبعا ده طبيعي جدا، لاعب مهم زي محمد علي بن رمضان في المنتخب التونسي، هيبقى في استقتال من كل الانديه الكبيره على خدماته. بالظبط، وكان في بقى قبل كده بيراميدز، وهو الراجل حتى يعني هو تونسي، فقال انا ما يعني في النهايه انا لا اهلاوي ولا زملكاوي ولا مصري اصلا، فبالنهايه بيدور على مصلحته كلاعب محترف. استاذ محسن، ايه السبب في تعديل الدفه والوجه من حكم مصري لنهائي الكاس الى حكم اجنبي؟ والله بصراحه القصه دي قصه سخيفه، يعني كان المفروض يبقى حكم مصري، يعني هي ليله مصريه بامتياز، اهلي وزمالك في موسم الرياض الاول بارك، كل الامور مهيئه انها تبقى ليله رائعه، اهلي وزمالك، خصوصا التحكيم بعد اللي شفناه في كاس الامم الافريقيه والشكل الرائع اللي حكامنا ظهروا بيه، كنت اتمنى يبقى احنا كلنا في ظهرهم، لكن للاسف طبعا كالعاده يعني السوشيال ميديا بقى لها اثر كبير في الشارع الرياضي، يعني عندنا هنا الاهلاويه مش عايزين، الزملكاويه مش عايزين، فبالتالي خلاص اتحاد الكره عايز يريح دماغه من القصه ويتجه للحكم الاجنبي. وان كنت بصراحه يعني زي ناس كتيره كنت اتمنى يبقى حكم مصري، خصوصا الماتشات الاخيره اللي اقيمت في الدوري هنا في مصر كانت بحكم اجنبي، عفوا بحكم مصري، وحققوا نجاحات كبيره جدا، يمكن اشهرهم مثلا مباراه يعني انتهت 5-3 نتيجه كبيره، كان الكابتن محمد عادل، صحيح هو ضيع الدنيا بعد الماتش بالتصريحات اللي قالها، لكن في النهايه على ارض الواقع عمل ماتش رائع وهو وبقيه الحكام، فكنت اتمنى كده، لكن للاسف هي طبعا بتتجه لحكم اجنبي بسبب طبعا المناوشات ما بين الاهلي والزمالك، فالحكام نفسهم يقول لك مش عايزها، طالما هيجي منها مشاكل طبعا مش عايزها، هيجي منها صداع عام، مش عايزينها بنقص، مش ناقصين، لان انت بتحسب اوت غلط الدنيا بتقوم عليك، خصوصا المباراه بجمهور. مزبوط. بعكس طبعا ان كان مصر كان يبقى الجمهور قليل شويه. نروح للتجربه البلجيكيه واعتراض الاهلي على تطبيق التجربه البلجيكيه في مصر. مش اعتراض، هو الاهلي عايز يستفسر على حاجتين، وانا شايف ان الحاجتين بالنسبه للنادي الاهلي يعني الاولانيه ده شان داخلي، يعني النادي الاهلي عايز يشوف هل ده هياثر على الرعاه بتوعه، يعني هل هياثر على الرعاه بتوعه، فطبعا يعني مش يعني حد شان داخلي يسال انت. مزبوط. عندك رعاه، وما اعتقدش هتاثر يعني. أي. البطولات ما قلتش، هو بس النظام البطوله اللي اختلف، عدد الماتشات هيقل. بالظبط. الحاجه الثانيه يمكن النادي الاهلي بيفكر فيها ان حته ان هو طبعا هو النظام لما الانديه تلعب مباريات وبعدين يجوا واخدين اول 4 يلعبوا دوره مجمعه من 6 ماتشات، يعني من دورين ذهاب وعوده، يعني كل فريق من الاربعه يلعب مع الثلاث فرق الاخرى، يعني ذهاب واياب، يعني 6 ماتشات، وفي
النهايه ايه الدور الرباعيه اللي هيفوز بيها البطل، زي يمكن حصل في 2014 اللي هو كان الاهلي والزمالك وسموحه وبتروجيت، بس كان من دور واحد لو حضرتك تتذكر. لكن المره دي بقت من دورين، بقى ست ماتشات. اللي سمعته يعني عن النادي الاهلي ان هو بيشوف عايز يحتفظ بنفس النقاط اللي هو الرباعي، يعني مثلا الاهلي مثلا نفترض انه طلع الاول مثلا ب 40 نقطه وكان مثلا فيوتشر الرابع مثلا ب 30، طب هيروحوا ازاي بنفس الرقم؟ هو الموضوع ما ينفع اصلا، ما ينفعش يعني الموضوع لما يروحوا خلاص الاربعه ايا كان بقى 40 30 ايا كان ترتيب، انت بتلعب ده دوره لوحدها مع الرباعي. فاعتقد ده يمكن مش اعتراض، ده استفسار من النادي الاهلي، لكن مش شايف ان هيبقى فيها مشكله. واحد من اللعيبه اللي انا بحبهم جدا على المستوى الشخصي والمهني والانساني وكل حاجه، وقدر ربنا سبحانه وتعالى معاه حظ وحش قوي في الاصابات، كريم نيدفيد. ايه قصه كريم نيدفيد واصابته؟ اتصاب النهارده في المباراه اللي جات له كدمه في المباراه، عفوا في التدريب اللي هو قبل مباراه الكوره. هو على فكره مش محظوظ من ساعه ما رجع، يمكن سبحان الله الاخير واحد من اللعيبه الجميله جدا والجامده جدا والمحترمه جدا، غير موفق. انا شايف ان هو سوء حظ غريب، يمكن حتى المباراه الاخيره اللي كانت احتفاليه الخماسيه قدام البلديه هو مثلا تسبب في ضربه الجزاء عندهم قصد طبعا يعني، بس وبرضه حتى المباراه وقدم اداء هايل بالظبط، لكن في النهايه هو سوء حظ يعني كده. هو بره ماتش يانج افريكانز، لا بالظبط بكره بره ماتش يانج افريكانز، وبالاضافه طبعا لكهربا اللي الناس عارفاه ان هو برضه مش في مباراه بكره. لكن ما يهم طبعا النادي الاهلي بعيد طبعا عن اصابه نيدفيد او استبعاد كهربا، ان مباراه بكره بالنسبه للنادي الاهلي مهمه جدا لسببين، يمكن اولا عشان تحافظ على الصداره. مظبوط. ان انت تفقد الصداره معناه انت خسرت، لان هو التعادل في صالحك، فالخساره طبعا مش هتبقى مقبوله حتى لو انت تاهلت. صحيح. او حتى النادي الاهلي في السنوات الاخيره معود جمهوره على السيناريوهات الغريبه والدراما وبيصعد دايما تاني وبيتأهل، بس لا مش كل مره، بس مش كل مره بالظبط. وبعدين انت ليه يعني انت على ارضك كده وفي ايدك خلاص. بالظبط. كمان المباراه دي تعتبر بروفا للنادي الاهلي لدور الثمانيه. ليه؟ لان يانج افريكانز فريق متطور جدا، كلنا نعلم ان هو العام القادم عفوا العام الماضي وصل نهائي الكونفدراليه قدام اتحاد العاصمه الجزائري وخسر، بس خسر بفرق اهداف، يعني هو خسر على ارضه 2-1 وكسب في الجزائر 1-0. يعني هو بس قاعده احتساب الهدف بهدفين، لو مش موجوده كان لعبوا ضربات جزاء ولما لا كان ممكن يفوز. هم عندهم تطور بصراحه رهيب، تنزانيا عامه شوف فريق سيمبا عامل ازاي. فريق سيمبا تقريبا هيطرد الوداد خارج البطوله اللي هو وصيف البطوله الاخيره وبطل البطوله اللي قبليها، حامل لقب يعني اللي قبليها، ومع ذلك سيمبا طلعوا تقريبا من البطوله، تقريبا طلعوا يعني. عنده مباراه سهله مع جوان جالاكسي البوتسواني، لو فاز فيها خلاص ما فيش يعني، يبقى الوداد اوت، هيطلعوا تقريبا من دور المجموعات. ديانج افريس كان متطور، تنزانيا بشكل عام عندها كره متطوره، فالمباراه بالنسبه للنادي الاهلي هتبقى بروفا لدور الثمانيه. اخيرا بقى استاذ محسن، احنا سامعين ان في شويه دولارات حلوين كده جايين النادي الاهلي. جايين منين؟ ده جايين طبعا من المركز الثالث البروزيه بتاع كاس العالم للانديه، بس ده خبر معتاد عند النادي الاهلي ان هو دخل مش عارف مليون و700 الف دولار نتيجه مش عارف اللي هو الدوري الافريقي، 2 مليون و500 الف دولار اللي هو المركز الثالث اللي هو 2 مليون وكم؟ و500 الف دولار. 500 الف دولار بالظبط، اللي هو المركز الثالث يعني في كاس العالم للانديه. ده يعني قدر النادي الاهلي بقى خبر عادي دلوقتي. بالظبط معتاد يعني. مش اكتر من هو يعني خزينته ده نتيجه طبعا الاداره والشغل، كان النادي الاهلي كان نادي كبير دايما بيبحث عن البطولات وبيسعى ليها، فطبعا ده نتيجه طبيعيه وتستحق طبعا، واكيد النادي الاهلي يستحق. نقدنا الرياضي الكبير الاستاذ محسن لملوم، شرفتنا ونورتنا ودايما بنعتز بتشريف حضرتك ليك. شكرا جزيلا. كل الشكر ليك. شكرا ربنا يكرمك. بعد الفاصل المدير الفني المخضرم والمميز والكبير الكابتن حلمي طولان ضيف عزيز علينا في الهدف، خليكم معنا.